اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم كلها مزيانه؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا ناشطين ضاحكين ماشطين. الفيديو البنات درت له المونتاج وسجلته بالصوت، وبالمهم درت له المونتاج مزيان على حق وطريق، ولكن بالغلط ما عرفش كيفاش وقع لي حتى مشى الصوت، ديزاكتيفا منه الصوت، ولحت الفيديو حتى كيجوني ميساجات من عند الناس كيقولوا لي راه الفيديو الى ما فيهش الصوت، الى ما الفيديو ما فيهش الصوت. بالغلط في المونتاج ما عرفش كيفاش طرا لي، ما عرفش. المهم تلاح الفيديو حتى كندخل اليوتيوب كنلقى الفيديو ما فيهش الصوت، عرفتو؟ مرقت واحد المرقه والله الا حشمت كلشي على موج جافير حتى هو كيترزق الله. البنات والله الا طلع لي واحد الدم وتعصبت واحد العصب بزاف. المهم كنصور لكم الدار، انتم هذا الصالون وكيطلع على الجرده من التحت ومن على برا. هذا هو الصالون البنات، راه كبير متسع. حنا دابا كنسيقو عاد من بعد، عاد باش غادي نجيبو الفراش. شوفوا على منظر شحال غزال، ما كاينش اللي كيسالي معايا قد الطبيعه، قد هاد الطبيعه وهاد الخضوره هادي اللي كتكون. سمحوا لي على الضجيج، راكم عارفين ساكنه في الشارع والصداع والطوموبيلات وداك الشيء. هنايا هذا بيت اخر، وهذا البنات بيت النعاس دختي، ها هو فاش غدير بيت النعاس. والبيوت في القياس، ماشي كبار ماشي صغار. وهذه الكوزينه راه مازال ما فيها لا بلاكارات لا حتى شي حاجه. المهم شوفوا الصابو ديالي فين محطوط، قالت لي ماما ما لقيتيه فين تحطيه، غير تما فوق بوطاجير. انا كان بعدا غادي نقول واحد المعلومه للبنات اللي كيتفرجوا فيا، اللي كيجيو عندي الصالون اللي فيهم بروتوكول والعياقه الخاويه. ما عندكش سنيدرات؟ واش عندك غير داك الصابو؟ بدليه. عندي سنيدرات بزاف، صبابط بزاف، ولكن انا هذاك صابو ميديكال كنرتاح فيه. علاش؟ كيريح لي رجلاتي، مع انا كنمشي ونجي بزاف وكثير شي بالوقيف ديال الخدمه كنرتاح فيه، كيهني لي رجلاتي ورطيطب. يعني ما يمكنلكش شحال من وحده كتبقى تلبس نظر كيكونوا رجلاتها من تحت قدامها مشققين، وكيكونوا يعني رجلات ديالها ديما ضارينها عليك. بهذاك الصابو ميديكال راه غزال البنات، كثير شي البنات اللي كيتمشاو بزاف ولا اللي كيبقاو واقفين بزاف رطيطب، وكيريح الرجيلات. يعني بلا ما تبقى تقولوا واش عندك غير هذاك، وحتى الا كان عندي هذاك غنلبسو، انا مقتنعه واخا ما عنديش غير هو، عندي بزاف ديال الصنادر وبزاف ديال الصبابط، ولكن انا كنلقى راحتي في هذاك الصابو، كيحمقني وكيعجبني بزاف بزاف. حقاش كنوقف انا كنشوف داكشي اللي كيريحني ماشي اللي كيريح الناس، فهمتوا؟ داكشي علاش ما تبقاوش تهضروا بزاف، وما تبقاوش تقولوا لا داك الصابو اللي عندها ديما لابسه داك الصابو في الباج ديما، لا راه هذاك الصابو هو اللي كيعجبني وهو اللي كنرتاح فيه. المهم باش ما نخرجش على نطاق الموضوع اللي انا فيه، هذا هو الحمام البنات، هذا الباب ديالو كيحل البيت النعاس كاين في وسطو الحمام، فيه زوج ديال البيبان، واحد كيخرجك لواحد، سواء خرجتي من الجهه الاخرى سواء دخلتي من الجهه الاخرى. شو اكرامو ريحان ومريم هاربين، قالت لي عندك شديني، عندك شديني في الكاميرا، قلت لها ودي ما تخافيش راه ما غاديش نشدك. المهم هنايا اكرام كتسيق تيدو جافيل، عرفتوا اش درت؟ مشيت هزيت السطل ودرت تيدو درت جافيل، وبقات كتحيح عليا ماما اويلي عتي راه عندي مشكل مع جافيل، عتي عينينا بقاو كيدمعوا. انا بواحد لواحد الدرجه ما كتصورش، عينيا ولاو حمرين وكندمع، حقاش قويت لهم جافيل بزاف، وانا كنموت الا ما شميتش الريحه ديالو في الدار. ما نحسش براسي راه سيقت، واخا انا ما سيقتش بزاف، اكرام هي اللي سيقات وماجده. هنايا البنات كنت عاطياها الضحك، عرفتوا راه الموت ديال الضحك، ما بغيتش نحبس لحقاش اكرام كانت كتسيق الدروج وطاحت تكربعات واحد تكربعه عالميه. والمشكله هذا الجين ديالها عمر لها بجافيل واحد الحاله ما نعاودش ليكم، تشفيت فيها ولا شي حاجه، ولكن قلت لها هل اللي كيشقه بالجين؟ ما نتخيلش راسي كنشقه بسروال ديال الجين. من الصباح كنقول لها شوفي حيدي الجين وشقي، لبسي شي سروال د بيجاما، لبسي شي بونطاكو باش تحكمي في الشقه، وكتقول لي لا ما بغيتش. لا البنات باغا نشد فيكم، باغا ندير لكم ديك كاميرا كاشي، ساعه ما صدقاتش الخطه كنت باغا نقول لكم هاد الدار ديالي شوف كي جاتكم، عطوني رايي فيها، وفي الاخر نقول لكم دختي. المهم البنات هنايا راكم عارفين مع الفطور ومع الروينه در الرحيل ما ساليناش نديرو حتى شي حاجه، درنا غير بيتزا، صوبت واحد العصير صافي، واغلبيه جبنا غير من سنقه الماكله، ما نكذبش عليكم ما بقالناش الوقت فاش
نديرو حتى شي حاجه. المهم هنايا غادي نشارك معكم واحد الحلوه اللي كتوجد فيه الساعه، كي كنقول دائما خفن زربان. هاد الحلوه سهله، ما هلم كتحتاج للفران حتى شي حاجه. انايا بالعاده كنديرها بنيستلي، كناخذ الكاوكاو كنجمعو بنيستلي. هنايا شنو درت؟ خديت الكاوكاو، عرفتوا هذيك اللقطه البنات فاش درت الكاوكاو ودرت يعني دوك المكونات، مشات ليا وحق الله. كنت كندير المونتاج، وراكم عارفين مع المونتاج كيكونوا فيديوهات كثارين، بديت كنقص الفيديوهات اللي ما صالحينش، وبالغلط مسحت هذاك الفيديو اللي فيه ديك اللقطه ومشى ليا وتعصبت ديال بصح. المهم خديت غير الكاوكاو البنات اللي حمرته شويه في الفران وهرمشته، كيبقى غير مهرمش ما كيتطحنش مزيان مزيان. من بعد درت له الزهر ودرت له القرفه ودرت له داك العسل، جمعته بالعسل. من بعد حطيته هكذا، ديروا نتوما السلوفان ولا ديروا غير شي بلاستيك عادي، وبقاو كتبسطوا هكذا بالمدلك كيف ما شفتوني انا درت في الفيديو البنات. صافي من بعد كتاخذوا الشكلاط ديالكم، حاولوا تخدموا بكالا هو اللي مزيان. من بعد كتاخذوا داك الكالا ديالكم وكتذوبوا في حمام مريم وكتحطوا الكوش الاولى ولا الطبقه الاولى بحال هكذا كيف ما كتشوفوا، غير بالعقل وبالخاطر، وكتدهنوا هكذا غير بالمعلقه، ما تحتاجوش يعني شي حاجه. المهم انا ما عنديش المكونات، ماشي مكونات، اشنو سميت هذوك الادوات الادوات المهمه ما عنديش. انا كنبسطها غير بالمعلقه هكذا ونخليها حتى كتنشف على خاطرها. من بعد كنقلبها للجهه الاخرى، وعاد باش كندير عاود مره اخرى الشكلاط من الجهه الاخرى. حلوه سهله ما لا كتوجد فيه الساعه، ما فيها لا عذاب لا حتى شي حاجه. وهنايا كندوب الشكلاط الابيض هذا ديال الكالا نتوما كيف ما كتشوفوا البنات. غير اسمحوا لي على صوتي، عاد راه صوتي راه الله اللي يعلم بيه ضربني البرد، هلكني واحد الهلكه عالميه. هنا كيف ما كتشوفوا الشكلاط خديته ذوبته في حمام مريم، هذا غنحتاج منه غير واحد الكميه قليله اللي غادي نزوق بها من الفوق. من الفوق غادي تشوفوني كيفاش غادي ندير. المهم غادي نذوبه في حمام مريم، الطريقه سهله ماهله البنات. دابا بالنسبه للطبقه الثانيه ما خصكمش ديروا حتى تذوبوا الشكلاط، تحطوه حداكم يعني يكون محطوط على جنب، مش هكذا تسربيو في الخدمه. لحقاش الا بقى داك الشكلاط الكحل اللي غديروا في الطبقه في الجهه الاخرى، ماشي الطبقه الجهه الاخرى، غادي ينشف. وملي غتحطوا عليه داك الشكلاط ابيض ملي غتبداو تخططوا ما غايجيكمش زوين. داكشي علاش ديروا كيف ما درت انا. ها نتوما درت هذاك، حاولوا تخدموا بداك البوش جو طابل، انا ما لقيتوش، خدمت غير بلاستيكه عاديه. هنايا درت الشكلاط الكحل، ها نتوما كيف ما كتشوفوا الشكلاط راه درته في داك الكويس في البلاستيكه ديالو، حيت فيه ساعه انفو غندهن هاد الشكلاط هذا، غنبدا نهز داك الشكلاط الابيض ونخدم به. خاصها تخدم وهي باقا سخونه باش تشكل لكم حلوه هذاك الرخامه ولا مهم زليجه، المهم رخامه انا كنقولها رخامه، فهمتوا البنات؟ يعني كونوا خفافين في هذه المرحله وسربي، وتكون يديكم خفيفه، ماشي تبقاو تخليو الشكلاط حتى ينشف راه غتخسر ليكم. ها نتوما دابا انا الشكلاط درتو، وفي ساعه غنهز هذاك الشكلاط الابيض غنبقى نشكل هذوك الخطوطه. كتجي ساهله وكتوجد فيه ساعه، تقدروا توجدوها في الليل الا ما عندكمش الفران ولا، المهم دغيا كتوجد. صافي كيف قلت لكم ودرت الشكلاط الابيض في هذيك البلاستيكه، عندي غير بلاستيكه عاديه، وغادي نبقى كنشكل خطوط بواحد الطريقه اللي يعني معاكسه. ها نتوما شفتوا غير زيكزاك بحال زيكزاك هكا هكا هكا، غير هكا ماشي مشكل كما جاوكم هما. دوك هنا خصني نزرب دغيا باش تشكل لي هاد هاد الزواقه بحال ما هكا، خصكم تزربوا دغيا. كناخذ كيغدو وكنبقى كنمرر في الاتجاه المعاكس هكذا، وانا هابطه وانا طالعه، انا هابطه وانا طالعه، حتى كتعطيني هذا الشكل رخامي بحال هكذا. انا هنا البنات نسينا الكويغطات، فاش خرجت انا واختي نتقداو جبنا كاع التقديه ونسينا الكويغطات ما جبناهمش، داكشي علاش نتوما ديروها في كويغطات، انا درتها في بواطه بحال هكا وغادي نحتفظ بها في الثلاجه عادي. المهم ماشي ضروري نبقاو نكلفوا على راسنا ولا صافي ما كايناش حاجه ما نقدروش حنا نشغلنا. راه قالت لي اختي ما كايناش كويغطات، خلي حتى لغد لي ونصيبوها. قلت لها اليوم غادي تصاوب هاد الحلوه اليوم كيما تصبح موجوده. صافي وكيف ما كيف ما قلت لكم احتفظت بها في الثلاجه ما طرى لها والو، كنهزو منها كنحطو منها في طبيسيل عادي. نتوما ديروا لها كويغطات ديالها حيت حنا نسيناهم. ايوا انتوما شوفوا كي تجي راه كتجي فنه. وكيف قلت لكم اللي ما بغاش يجمعها بالعسل، اللي ما بغاش يجمع بالكاوكاو بالعسل، تقدروا تجمعوها بنيستلي حتى هي كتجي فنه، كيجي الشكل ديالها هكذا رخامي كتجي زويونه. وكان هذا الغزالات ديالي هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.